طيب خليني كمان اطرح على شوية. حضرتك سؤال يا دكتوره. بمناسبه تواجدنا داخل السكن الطلابي، انا ملاحظ ان كل غرفه فيها البلكونه والفيو الخاص بها. يعني اشرح لنا تفاصيل الشقه كلها، الشقه الطلابيه. الشقة بتتكون من 3 غرف، كل شقة أصلا الأول لما أتكلم الأول كده، كل شقة بتاخد موقع خاص ليها، شقتين بياخدوا الموقع ده اللي هو الموقع ده يعتبر غربي، وفي الموقع البحري اللي هو بيطل على البحر. دول بالنسبة للشقة اللي احنا موجودين فيها دي، بتطل على الطريق الساحلي الدولي، والفيو بتاعها الرائع من مدينة المنصورة الجديدة. الشقة مكونة من 3 غرف، كل غرفة فيها الاحتياجات الخاصة بتاعتها، سرير ومكتب وكومودينو وكرسي مكتب ومروحة، كل طالبة موجودة فيها، وكل حاجة لها مفتاح خاص للطالبة، الغرفة بتاعتها. الحاجات المشتركة بينهم بس هي الصالة والريسبشن تم، والمطبخ والحمام. حتى الحمام جايب لهم أحدث سلاقة غسالة، غسالة أوتوماتيك ال جي، جايب لهم السخان، التلاجة، مايكروويف، كاتل. حضرتك شوف كل ده. المطبخ الثلاجة والمايكروويف وكاتل، ده كمان تم تسليمه مع فرش الشقة. ده كله مجهز خاص للطلب.